واهلا وسهلا استاذ. اهلا وسهلا، تحياتي لكم للمستمعين. تحياتنا ليك وشكرا لك على قبول الدعوه. استاذ عبد الله العبيدي، الحديث على تونس اليوم تقريبا في كل المحافل الدوليه، في كل اللقاءات الدوليه، اهتمام اوروبي بتونس، اهتمام مكثف في الفتره الاخيره خاصه من الجانب الايطالي، بيانات وتعليقات من الجانب الامريكي على الوضع في تونس. الجميع يتحدث ويحذر من لا قدر الله إشكال في تونس على المستوى الاقتصادي. هل اليوم خلينا نقوله الطبع التونس بالطبع هذا نتاع مشكل على المستوى الدبلوماسي؟ هل الصورة هذه اليوم هذه هي صورة تونس دوليا على مستوى علاقاتها الدولية مع الخارج؟ هذه صورة تونس اليوم مع الخارج، لأنه كما كانوا يقولوها برواكتيف، تونس ماهيش برواكتيف. تونس ولات ملف في جدول أعمال كل لقاء دولي، شفناها في هيروشيما في لقاء 7 كبار، شفناها يعني تقريب بند في جدول أعمال الاتحاد الأوروبي، اجتمعوا عليها وزراء خارجية أوروبا. العملية مرتبطة كان بالهجرة الغير نظامية. يعني تونس كان جات تنجم تنهار مثل برشا دول في العالم، ثم حتى اللي هما تسبوا في انهيارها ما يقلقهمش، أما جوار تونس وموقعها جيوستراتيجي هو اللي قلقها. ثم نقطة بركة على ما نذكرها نفهموا هذا الكل عليه. يعني 6 أشهر ما زالوا ما كملوش من عام 23، احنا في 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 منتصف يعني جوان، و يعني 52 ألف مهاجر غير نظامي اكتسحوا سواحل أوروبا، الشطر نتاعهم من تونس. حسب الإحصائيات نتاعهم. وشوفنا عملية، احنا قاعدين نحكيوا لبعضنا بعض، يعني حكيت لا تمت بصلة إلى الواقع. الشيء اللي صار في الاسبوع هذا نهار الاحد هو عمليه انزال زيارات الحكومه، واحنا تعلمنا الزيارات الرسميه وكذا تعد من اشهر. هذه زياره اعدت في 3 أيام. جاتنا مينوني رئيس حكومه ايطاليا والتقت رئيس الدوله، في العاده ما ترجع كان بعد اشهر، ولا يعني اتفقوا والوفود اتفقوا على بعض اشياء ويشرحوا في التطبيق ويرجعوا بشي يعملوا البيلان. المرة هذه بعد 3 أيام جاتنا زوج رؤساء حكومة ورئيس المفوضية أرسولا فون دير لاين، وجاوا شرطوا علينا فالاتفاق والمقترحات ما عندنا حتى شيء لتونس. هذا يلزم نقولوه، لأنه عندما نتحدث مع مسؤولي البلدان الديمقراطية يلزمنا نفرقوا ما هو من مشمولات الدولة وما هو من مشمولات الخواص. عندما يعدونا بالاستثمار والتنميه هذه كل امور نتاع خواص، الخاص ما حاجتوش بالدوله في 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 في, 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 في يعني البلدان الديمقراطيه، يطلب منها عندما يستقر الامر عبر مؤسساته الخاصه يطلب منها مواكبته بالقوانين وبالاتفاقات الدوليه لحمايه استثماراته الى غير ذلك، مش هي تقرر قداش يمشيو توريست للبلاد الفلانيه، خاطر ما عندهاش يعني قطيع نتاع 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 حيوان باش تبعثهم فين تحب. يعني ثم اشياء من مشمولاتهم وقت اللي يجيونا يجاملونا ويستعملوا نفس المصطلحات نتاعنا. وقت اللي يحكيوا على التنميه كيف نشوفوا هالخمسه نقاط اللي سماتهم هي الخمسه ركائز ولا خمسه حرص نتاع نلقاو كلهم لصالح اوروبا، الطاقه لصالح اوروبا، هل يعني الجسر الرقمي اللي باش تقدوا مع 11 دوله لتدفق المعلومات لصالح اوروبا. يعني حتى النافذه اللي حلوها لنا نتاع ايراسموس، ايراسم هذيك نتاع الطلبه، هذيك داخله في اطار الهجره المنتقات. يعني نعرف هجره الكفاءات، هجرونا يعني عشرات الالاف من الاطارات العليا من اطباء ومهندسين وباحثين والطلبه المتميزين نبعثوهم، يعني نمنحوهم باش يمشيوا يتكونوا في احسن جامعات الغرب، يبقوا غادي يرجعوا شكايات اللي والديهم عندهم هنا مؤسسات ويستحقوا له ويبداوا بين هنا وغادي. يعني هذه ايراسموس هما حتى شفنا القنصليات نتاعهم، قنصليات الغرب عندما يتقدم لهم طالب باش يمشي يقرا غادي يقولوا هات الفيش بنوت. هل انت مشيت بيه للاتفاق مباشره استاذ عبد الله العبيدي؟ هل الاتفاق هذا اليوم في نقاطه الكبرى، لانه فما مسائل تقنيه وتفاصيل ما زلنا لن تجتمع هاللجنه هذه اللي تحدثوا عليها وتدخل في العمل بتاع التفاصيل، لكن هل الاتفاق هذا حسب رايك هل كان من الاجدر انه يسبق عمل دبلوماسي تونسي يهيئ له يفهم الوضعيه بتاع تونس على مستوى علاقتها باوروبا؟ لا ما حصلش لهذا، هو
انا قلت عمليه انزال واتفاقيه بهذا الحجم ولا على الاقل بالحجم اللي يحتوي عليه هما، خاطر يحبوا يقدموا لنا حاجه كبيره في حين ان هي خاويه على عروشها، ما فيها حتى منفعه لتونس. وقت اللي يقولوا لك 900 مليون اورو على المدى الطويل يعني سنوات، كل ما في الامر انه باش يعطيونا 150 مليون اورو الكلهم لاجراءات عمليه في صلاحهم هما. لاجراءات عمليه خاصه مساله الهجره غير النظاميه اساسا. غير نظاميه، وباش يفرضوا علينا خاطر نعرفوا اتفاقيه بهذا الحجم اللي يحكيوا عليه هما على الاقل، انا قلت لك ما فيهاش حجم، اما بالحجم اللي هما يقدموا لنا فيه ويهموا فينا به ما تنجمش تعد في جمعتين. وما تنجمش تجي مفروضه من الخارج. احنا كنا خالين الذهن قبل زياره الوفد الاوروبي هذا نتاع، كنا ما في بالناش بالاتفاقيه هذه. جاءوا وقال هكا هكا هو باش تعملوا هو باش نكلفوا وزاره الخارجيه نتاعكم هو المندوب الاوروبي يعني لو كوميسير اوروبيان شارجي دو فوازيناج و دو لانتيغراسيون باش يتفاوضوا في جمعتين من هنا اخر الشهر، جمعتين ويعطيونا مشروع. اش فيه هذا المشروع؟ فيه 100 مليون باش من جمله يعني الامور اجرائيه امنيه بحته، وفيه الاجراء الاخر نتاع اعاده القبول اللي رفضتها تونس من زمان يعني عبر العقود رفضتها لا كلوز دو ريادميسيون. احنا رفضنا تونس من وقت بورقيبه وقت بن علي رفضنا باش نستقبلوا حتى في العشريه هذه ما قبلناش، يعني رفضنا باش نستقبلوا. كان الاستاذ الباجي قايد سبسي الله يرحمه كان واحد من الرؤساء اللي تعرضت عليه مساله اعاده القبول، وكان رفض تماما هالموضوع هذا في فتره قبلها مفترة. قبلها مع تاليا محده، وهذاك علاش قاعدين يرجعوا لنا فيهم لعدد نتاع 800 مجامله في ايطاليا. ما نفهمش علاش دور سيدي قايد سبسي قبل الحكايه هذه وقتها تونس ما زالت مهتزه وما زالت في ايامها الاولى من مما سمي بالثوره قبلها، وما لحقوش يقبلها. وكان من حوله مستشارين يعرفوا الامور هذه على خاطر نعرفوا الوزارات في الزمان هذاك افرغت من اداراتها العليا. نعرفوا الامن نحاولوا 42 مدير عام والكل سميناهم بوليس سياسي، الخارجية كيف كيف يعني الإطارات العليا الكل اللي مازالوا ينجموا كذا أبعدوا، وهذاك علاش قبلها سي الباجي ماهيش عملية صعبة. أستاذ عبد الله العبيدي، اليوم هذا على مستوى العلاقة بالاتحاد الأوروبي وبالجانب الأوروبي، اليوم تونس حتى دوليا بعيدا عن أوروبا حتى على مستوى علاقتنا بالولايات المتحدة الأمريكية، آخرها تصريح وزير الخارجية الأمريكي بلينكون أثر لقائه بوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، تحدث على الوضع في تونس وقال اليوم لكي تتجنب تونس انهيار اقتصادي المطلوب منها إعادة النظر في برنامجها المقدم لدى صندوق النقد الدولي من جديد. هذا تصريح مسيء نرخص هذا، لأنه احنا علمونا شرح نصوص وعلمونا كيف تستقر التصريحات. هذا قال لنا يا تونس لا مناص من صندوق النقد الدولي، هذا الشيء حب يقول كيف تعدل لو كان حب تعدل في اتجاه صندوق النقد مش العكس. احنا فهمناها تنجم تخفف منه، لا هو صندوق النقد كان ينجم يقبل المقترح اللي موجود عنه وفات الحكايه. هو قاع قبول المقترح على مستوى اتفاق الخبراء، لكن مساله تطبيقه من بعد هي اللي يظهر لهم حتى في تطبيقه. شوف ثم حاجه لازم نقولوها الراي العام تاعنا، اي اتفاقيه سواء كانت مع مؤسسات مختصه كما منظمه الصحه الدوليه او منظمه التجاره الدوليه كذا، فيها ديما بن اذا كان يهتز الاستقرار عندك حتى اتفاقيه ثنائيه يلزمك تعدل ويمغلوك حتى تركح امورك. هذا ما تنجمش بناك تعمل اتفاقيه، لانه الاتفاقيات عموما هي تنازلات متبادله، هذه واحده. اثنين ما تعمل اتفاقيه كان لمصلحه شعبك، اذا كان تشوف فيه مضره الاطراف الاخرى الشركاء نتاعك في الاتفاقيه سواء كان متعدد الاطراف او ثنائيه يفهموا اللي انت في الظرف هذاك ثم نوع من الاستثناء يمهلوك حتى تستقر الامور. اليوم بلينكن يقول لنا بصريح الاراده ثم الناس اللي يحكموا فينا يمكن مش فاهمين اللعبه، لازم يقولوا لنا ثم ضغوط تمارس علينا كبيره، وخصوصا احنا ذكرنا في عده مناسبات انه عندنا ما يناهز ال 30 الى 40 يعني بعثه دبلوماسيه وقنصليه، وهذه العمل هذا بالاساس قنصلي. البعثات هذه ما عندهاش رؤساء بعثات تنجم ترصد الاخبار وتنجم تتصل بالشخصيات ويعني وتاخذ الوثائق باش تبني الحكومه المركزيه في تونس تبني عليها مواقفها وتبني عليها التصرفات نتاعها السياسيه. ما تنجمش من غير مرصد يعني كان واحد
السوق في كهرباء ولا طيارة بلاش ربع. بحيث هذا الكل يلزم نقول هذا حاجة. حاجة ثانية يعني الأمور معناتها البديهية في أي عمل بشري. أول حاجة يلزم الساعة تونس تتباحث في الأمر هذا فيما بينها. أنا هي الأقطاب نتاع السياسة لازم تتباحث في الأمر هذا. مثلا شيء في تونس. عندنا قطب واحد يلزم أو حتى كي تبدأ حاجة باهية يلزم تقنع بها الآخرين باش تعبيهم باش يدعموك في اتجاه القرار اللي خذيته. اليوم ما نفهموش القرار هذا ماهوش مفهوم ما نعرفوش حتى محتواه وحتى لتوا تونس ما قالتلناش شنو المقترحات اللي قدمتها صندوق النقد الدولي. هذه حاجه. حاجه ثانيه الوفود اللي قاعده يعني تتتالى على تونس يعني فهمت اللي ما بين الحكومه ورئاسه الدوله ثم تضارب في التصريحات. وقت اللي الرئيس قيس سعيد يقول ماكرون راهو الاتفاقيه هذه عباره على عود ثقاب تقربوا لمواد شديده الانفجار صغير انا مش راضي عليه. وقت اللي يقيل نايله نويره الجنجي وزير الصناعه يعني وضع حجر الاساس في مشروع عملاق ما بين تونس والمانيا بخصوص احداث مواطن شغل واستثمار على خاطر قال حكيت على رفع الدعم يقول يعني ماهوش موافق على رفع الدعم. شفنا انه رئيس الحكومه ما شاركتش في الاجتماع اللي جمع حول رئيس الجمهوريه الوفدين وفد تونس ووفد يعني الاتحاد الاوروبي اللي هي مسؤوله هي الجهاز التنفيذي المباشر. يعني هذا الكل التضارب هذا الكل ماهوش معد ولا مهيأ لتعبئه الراي العام وراء القرارات الرسميه التونسيه. اليوم استاذ عبد الله العبيدي في الوضعيه الحاليه بشكل الحالي باللي قاعد يصير مع تونس على مستوى علاقاتها الدوليه، علاقتنا بالاتحاد الاوروبي، علاقتنا بالولايات المتحده الامريكيه، حتى علاقتنا وشفنا سفير الصين في تونس اخر تصريحات ومؤخرا تقريبا زوز اسابيع تعداو يقول هذا هذا اللي صرح به في وقت اللي كانت فما برشا تصريحات على اللجوء للصين والبريكس قاعد يقول لنا واحنا ما نفهموش الامور هذه مع الاسف. قاعد يقول لنا يا جماعه تونس الصغيره هذه اللي توزن حويجه ما هيش على خاطر بدينا نصرحوا في الاونه الاخيره كما لو كنا متفاهمين مع الصين بكان انتم ما ترضاوش يا غرب ها جاي الصين وهذا ولا لا. يقول لهم راهو انتم ما كنتمش في موقع باش تشبكوا بيناتنا واحنا نحبوا نسوس ولا معناتها نتصرف في امورنا بحكمه وبتاني وحسب برنامج احنا نضبطوه مش انتم تقولوا انا ماشيين مع الصين وتولي وكما قال وزير الخارجيه الايطالي منذ بضعه ايام قال اذا كان ما نشدوش تونس تو تمشي مع الصين. هذه فيها تهديد لتونس وقت اللي يقول هكا ومش من السهل على خاطر هما يعرفوا بالجمعيات غير الحكوميه بسفاراتهم بمخابريهم كذا كذا عندهم معلومات على تونس اكثر من اللي عندنا احنا. انت تنجم تغير وجهه تونس من 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 من, من شرق الى الغرب والراي العام يوافقك. الناس تتعلم في فرنسا فين عندنا اكبر جاليات احنا في فرنسا عندنا تقريبا 80% من جالياتنا في فرنسا ومعاملاتنا كذلك. تنجم تبدل الوجهه هكاك في نهارين الانفراستركتور البنيه التحتيه نتاع اقتصادك وثقافتك و معاملاتك التجاريه وكل شيء. اليوم استاذ عبد الله العبيدي في ظل هالوضعيه هذه الكل والواقع هذا اللي احنا موجودين فيه، صعوبات اقتصاديه، محاولات دبلوماسيه اقتصاديه لحلحله خلينا نقول ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي او ايجاد حل اخر يعوضها الحل بتاع صندوق النقد الدولي في الاطار هذا الكل، اليوم كيفاش نقرا مكانه تونس على المستوى الدولي؟ البعض تحدث على ان تونس اصبحت تمثل مشكل على تونس سياسيا منهاره لانه الجبهه الداخليه منهاره وسمى كلمه يقولوها في كل المجالات يقولوا نو كنترول ويزاوت سيلف كنترول لا 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 تصرف الا السيطره على الاوضاع الا بالسيطره على الجبهه الداخليه وتوحيد الكلمه في تونس. الزياره اللي عملها الرئيس الجمهوريه البارح قبل حقها جات عندها عامين وثلاثه وعشره علاش تجي هكا بطريقه تشبه النزوه؟ يعني هنا نحكيو مع عروض نوريهم اللي احنا عندنا وكذا ها نمشيو. هي سهله الامور يعني يلزمك تحط شبكه اولا وشفنا الحوار الدائر في جلسه المفروض انه الدوله تسيطر على امورها وعلى اطرافها. اليوم تونس ما يعني في مهب الريح نجم نقولوها هي بكل يعني بالكثير من المراره وكلنا في خدمه تونس وكلنا في خدمه من يمثل تونس رسميا
والمفروض انه هو اللي عنده المهمه باش يجمع ولا يفرق، ويحاول الساعه يعطي الانطباع لخارج تونس انه الساعه عندنا جبهه سماء، وراني حتى كي باش نتنزلكم على حاجه راهو ثم جهات ما تقبلش، بالله اعذروني وتنزلوا انتم اكثر شويه، خاطر ثم المناورات السياسه كلها مناورات هي. اليوم ما عندناش، عندنا شخص مقابل العالم الكل. والعالم هذا مش باش يخلي روحه يمشي للمتاهات مثل توا ونعرفوا شكون جانا، جانا رئيس حكومه هولندا اللي معروف عنده 10 سنين وهو يعني يمين متطرف، والا ميلوني كذلك نعرفوها من جهه وشكون تعبد يعني قاده ايطاليا بوتينو يعني دوتشي موسوليني الى غيرهم، هذا هما ناس جعلوا من سياستهم المحور الاساسي في السياسه نتاعهم هي الهجره غير المنظمه والاجنبي عموما، بحيث احنا ما نجم نقدموا القدام، وهذا يعني ملخص ما نحب نقوله، ما نجم نقدموا القدام الا متحدين، ما نجم نقدموا القدام الا اذا كان فهمنا او كشفنا حزب من الاحزاب باش يعمل وقفه احتجاجيه امام سفاره ايطاليا، وهذا دليل على انه رانا في الداخل ماناش موافقين مثلا. المفروض انه الحوار الداخلي يسبق اي حوار خارجي بطريقه من الطرق، وحتى اللي ما يحبش يتحاور بالخطاب نتاع من هو على راس الدوله ولا من يحكم تونس اليوم تجبره وتحطه تحت ضغط الراي العام عندما انت تقنع الراي العام. واضح. يعني عبر الراي العام تقنع الناس الكل هاي مصلحتنا. واضح. مش يعني منحاز الى زيد او عمر مهما كان الامر، لا، ننحاز للي باش يجيب لنا المناعه ويجيب لنا الرفاهيه ويجيب لنا يعني الاستقرار هالبلاد هذه. واضح، شكرا لك استاذ عبد الله العبيدي الدبلوماسي الاسبق على تدخلك معنا للتوضيح حول خلينا نقولوا الجانب الدبلوماسي في علاقه تونس اليوم بشركائها على المستوى الدولي، في علاقه تونس بمساله التمويل الميزانيه وقرض صندوق النقد الدولي، والحديث على حلول اخرى اليوم، علاقتنا بالاتحاد الاوروبي، علاقتنا بالولايات المتحده الامريكيه، علاقات محورية بالنسبة لتونس وأساسية وتبنات على سنوات. اليوم تونس دبلوماسيا كيفاش ينظروا لها شركائها وكيفاش يتعاملوا مع، حابين نرجع نعملوا قراءة للوضعية هذه ونحاولوا نفهموا شوية اليوم الجانب هذا. مازال نحن نوصل معكم تتسويت موجز الأخبار مع زميل أمال الهيني، راجعين بعد الأخبار المواصل، تبقي في قراءتنا.